بركاته، اهلا بيكم معنا في قناة جي ام سي. انا شيماء محمد، مصممة مفروشات يدوية مطرزة بالخرز وبالاخص مفارش. ان شاء الله هعلمكم معايا تطريز المفارش بكل تفاصيلها، من اول القص والرسم والتطريز بكل غرزه وبكل تفاصيله. ودي معانا جزء من الخامات اللي انا بستخدمها في الشغل بتاعي، الاحجار، نوعية من الفصوص، بيضاوي صغير وبيضاوي كبير، ده ترتر، البرم او المبروم. انا طبعا مش حاطة كل الخامات، الخامات كتير والوانها كتير وتفاصيلها كتير برضو، انا حاطة يعني كميات صغيرة. وده الكسر، لونين من الكسر، وده الترس الهندي، وده النص تفسيرة، ودي التفسيرة، وده الأحجار. إن شاء الله تتعلموا معايا كل التفاصيل اللي ممكن تستخدموها في تطريز المفارش، من غرز، من فينيش نهائي، من تصميمات لموديلات كده، شغل كده، كل الأحجام، كل التابلوهات، كل التابلوهات وكل الخداديات والكوشن كل اي حاجة ينفع نطرزها، ممكن ستارة، مفارش سرير، اي حاجة ممكن تتطرز بالخرز. هعلمكم ازاي توظيف الخامات دي كلها مع بعضها، وهعلمكم ازاي توظفوا كمان الوان قماش مختلفة مع بعض ان شاء الله. لو حابين تشوفوا معايا فيديوهات وتتعلموا معايا الفن الجميل ده، هو التطريز بالخرز، لايك وشير وتابعونا على القناة ان شاء الله.